مفيش مشكله عند الناس دي خالص يا استاذ، مفيش مشكله اطلاقا. ربنا قويهم والله. بص هقول لك حاجه، انا امبارح تحديدا، انت حضرتك شفت الجزء بتاع الفقره؟ صحيح شفته. لا ده في نقطه ما اعرفش بقى حضرتك بقى خدت بالك منها، انت خدت بالك من نقطه الرغيف العيش بيقسموه؟ خدت بالك بقى من تبادل الاولاد؟ خدت بالك من دي؟ انا مخلف 6 اولاد فاعمل ايه؟ واختي مخلفه 6 اولاد، اخد اختي تاخد 3 من ولادي عندها، وانا اخد 3 من ولادها عندي، عشان لو انا مت يبقى على الاقل في 3 يعيشوا. صحيح. ولو هي بابنها ابيد ما يبقاش هي وولادها كلهم، لا يبقى في حتى 3 من ولادهم عايشين. احنا وصلنا لهذا الكم والعالم الغربي لسه بيفكر في هدنه. صحيح. عشان كده ختمت امبارح ترونه بعيدا ونراه قريبا ان شاء الله، لان كل ما الاحداث دي بتكتر، لا انا ايماني بيقول لي ان لا خلاص ان شاء الله ان شاء الله. طيب خلينا نرجع تاني، عندي معلش انا عندي اسئله كتير لك النهارده، بس يعني اتفضل. ايه ابرز الاصابات بقى اللي حضرتك شفتوها او رصدتوها؟ ما ده لازم برضه اشرحها للمشاهدين. ابو حضرتك تمام، معظمها اصابات تخص العظام، تمام، جروح قطعيه، في بعض الاصابات اللي بنسميها بطنيه او بتكون داخل البطن، تمام، من نزيف داخلي، من تهتك في انسجه داخليه، اصابات تخص المخ والاعصاب، حروق بمختلف درجاتها، واكثرها بتكون الدرجه الثالثه، تمام. التلتة دي يعني وسط ولا شديدة؟ لا التلتة دي ده خلاص. خالص. لو احنا زمان كنا عارفين هم 6 تقريبا ولا لا؟ احنا شفنا غلط. لا لا تمام، درجة التالتة اللي احنا شفنا تمام يعني يعني بروايات زمايلنا شفنا تمام حروق لغاية العظم. لغاية العظم. يا دم خلاص. يعني الجلد والأعصاب وأي أنسجة دهنية تحت الجلد والعضلات وصولا للعظم. طب ده بيتعالج ازاي يا فندم؟ ده بجراحات الترميمية، بالترميمية ممكن تعالج بقى. تمام تعالج، بس مش عمري ما هعرف ارجع نسيج تمام 100% تمام يقوم بوظيفته الحقيقيه تمام زي الاول طبعا اطلاقا طبعا. طيب برضه سؤال بيفرض نفسه، اهم التخصصات اللي بقت مطلوبه حاليا دلوقتي ايه يا فندم؟ والله بدايه هي الجراحه العامه، تمام، لانها قدرت تتعامل مع مختلف الاصابات زي ما حضرتك عارف، جراحه المخ والاعصاب، الاوعيه الدمويه، الاطفال، العظام، طوارئ، التخدير طبعا مهم جدا جدا، والنفسيه والعصبيه. يمكن حد يستغرب نفسيه وعصبيه ليه يعني، تمام. اقول لحضرتك ان 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 زي اي حد بيمر بكارثه وبيمر بصدمه عصبيه او نفسيه، المصابين والمرافقين بتوعهم محتاجين لتعامل نفسي بكل الاشكال، محتاجين الدعم النفسي بكل الاشكال، زي كنا بنتكلم عن الطفل اللي في حضننا لما يكبر نفسيته تبقى عامله ازاي. طب خليني بقى طالما اتكلمنا في العامل النفسي، كلمي عن دور النقابه نفسها، دور النقابه ايه الدور الرئيسي دلوقتي اللي بتشتغل عليه في الوقت الحالي ده؟ والله احنا اول حاجه يعني دعمنا وتنديدنا دايما تمام ودعمنا النفسي لزملائنا من الاطباء الفلسطينيين الموجودين في غزه وبيخدموا في غزه. بالمناسبه انا ذكرت لحضرتك ان في 200 فرد من اطقم الطبيه في مستشفى في غزه استشهدوا بالفعل. مظبوط. مظبوط. فالناس دي شغاله في جو يعني جو مش ادامي تماما ان هم حتى يخدموا، يعني باقل المقدرات بيحاولوا ان هم يخدموا على قد ما يقدروا. فاحنا كنقابه وقفنا من الاول، صرحنا تضامننا مع زملائنا ومع الشعب الفلسطيني في غزه بشكل عام. رقم 2 عملنا يعني وقفه تمام قبل كده قدام مقر النقابه ونددنا فيها تمام بمهاجمه واستهداف الاطقم الطبيه والمستشفيات في غزه. عملنا يوم الوفاء زي ما قلت لحضرتك اللي كان متخصص للتبرع بالدم. بنسق بشكل دايم مع الهلال الاحمر المصري فيما يخص المستلزمات والادويه، خاصه لجنه مصر العطاء اللي انا يعني بشرف ان انا عضو فيها. بنسق مع اطباء بلا حدود، بنسق مع. طب بيجي لكم يا فندم برضو بعض التبرعات حضرتكم كلجنه مثلا مصر العطاء؟ كتير كتير جدا. كتير جدا جدا. عينيه او ماديه؟ عينية عادي عينية او ماديه طبعا. طبعا بشكل كبير جدا جدا، يعني فوق ما اي حد يتخيل. اللي هو زي ما حضرتك احنا ممكن تكون ظروفنا على قدنا شويه، اقتصاداتنا مش قد كده، لكن حقيقي والله تمام انا اعرف حالات بشكل شخصي والله من بيوتها تمام بتقول دول انا باكل وبشرب، دول مش لاقيين لا اكل ولا شرب. دكتور عمر احنا بره من قوت يومه. احنا اهل كرامه مش اهل مال. صحيح. لو حسبناها مال لا صحيح. احنا من زمان ما احنا الدنيا بايظه عندنا يعني. صحيح. لكن احنا اهل كرامه يعني. مش هطول عليك، انا عارف ان انا النهارده يعني كانت في اسئله كتيره، بس انا يهمني برضو اطمن على الوضع الحالي. احنا دلوقتي الاعداد الجرحى اللي بتجي لنا خلاص الحمد لله يعني لا بدات تبقى اكتر،
صح، وبدات تزيد شويه. هي للاسف انها اكتر طبعا بس بس طبعا يعني الحمد لله على ذكر حمد حضرتك ان احنا اوريدي يعني بدانا يكون عندنا منفذ ان في اصابات تجينا ونعرف نتعامل معاها. لكن خلينا اقول لحضرتك ان كان في تصريح لدكتور حسام متحدث رسمي بصندوق الصحه طبعا في 1 نوفمبر ان كان عدد المصابين اللي وصلوا مصر لغايه 1 نوفمبر كان 117 مصاب تقريبا. من وقتها لغايه النهارده تمام، احنا النهارده بنتكلم في 17 ان معالي وزير الصحه برضو كان صرح ان احنا بنستقبل ما لا يقل عن 40 ل 50 مصاب بشكل يومي. الساعات الاخيره من امس وصل حوالي 15 مصاب من غزه. فبقى عندنا الحمد لله قدرة ان احنا نستقبل اصابات اكتر. بس ده طبعا على المنحى التاني او على الوجه التاني، ده معناه ان الاصابات بتزيد اكتر واكتر واكتر. اخيرا فكرني بقى الاصابات الاولى اللي انتوا بالرعاية بتكون زي ايه؟ اول حاجة الاطفال المبتسرين، يعني الاطفال دول كان يعني فخامة رئيس الجمهورية كان موجه بالتنسيق بشكل عاجل لاستقبال الاصابات لاستقبال الاطفال المبتسرين دول بالذات. الاصابات اللي ممكن يكون فيها تدخل عاجل فاقدر احافظ على حياه المصاب ده بشكل او باخر. يمكن الحاجات التجميليه طبعا استقبلنا اصابات فيها بتر للاطراف تمام، لكن حضرتك اتكلمنا عن الاصابات الاولى بالتدخل. لا، احنا كل الاصابات اجمالا تمام بيتم علاجها بفضل الله في مستشفيات مصر، فما عندناش مشكله. يعني حته الفرز واولويه العلاج دي مش موجوده. انا عندي مريض كتير، يعني انا عندي خلاص الحمد لله من الامكانيات ومن الاطقم الطبيه والمستلزمات والادويه ما يكفيني ان كل الاصابات تمام تعالج حسب حالتها طبعا، ان في اصابات لا يعني. طيب لو في فلسطين بقى الفرز ده عنده حالتين ثلاثه، مين ممكن يعيش؟ ايوه، مين اللي ممكن يعيش؟ ده سؤال ممكن يعيش تمام. لو بتكلم انا في ميدان حرب زي اللي موجود ده، وبقول والله انا بعمل ترياج بشوف تمام، بدي لكل مريض نسبه معينه وبقول والله تمام، لا انا هنقذ ده تمام عشان ده ممكن يعيش، والعيان اللي بيحتضر بين ايديا دلوقتي هسيبه يموت. دي اولويات حياه. خلاص اجري بقى. طب انت قلبك فين بقى كدكتور؟ لا، هي الموضوع مش عاطف، الموضوع مش موضوع عاطفي تمام. هو حضرتك بتحاول انك تكون سبب تمام من اسباب ربنا في إن في إن في إن حياه هذا الشخص اللي ممكن يكمل بالامكانيات دي انه يكمل. انما المريض اللي ما يقوش من حالته اللي بيحتضر خلاص. ولو انت بذلت معاه مجهود وسبت التاني ضيعت ده مات وده مات. بالظبط، كلام سيادتك مظبوط بالظبط. دكتور عمر ربنا يقويكم، مش عارف اقول لكم ايه، بالتوفيق وبالتوفيق طبعا، وربنا يا رب يكرمكم ويديكم كل صحه. زمايلنا الاطباء اللي في قطاع غزه دول طبعا والله بندعي لهم يوميا، ربنا يقويهم ويديهم الصحه ان الوضع صعب. دكتور عمر عبد اللطيف طالب امين صندوق نقابه الاطباء الاسماعيليه، عضو لجنه مصر العطاء، بشكرك شكرا جزيلا.